هذه الورشة حقيقة مهمة جدا لكليات الأعمال للتقدم وللحصول على الاعتماد من منظمة AACSP. بالطبع إحنا في هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي في الإمارات، وقعنا عدة اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الأكاديمية التي تعني بالاعتماد، ومن ضمنها مؤسسة AACSP. ونأمل أن يكون هذه الورشة وهذا التجمع فيه فائدة كبيرة لجامعة عجمان وللجامعات المشاركة، وسيكون هناك نشاطات أخرى قريبة باستضافة جامعات أخرى. نتمنى لكم كل التوفيق.